مو كل من صخم وجهه قالاني حداد. شنو قصة هذا المثل؟ وليش قالوا؟ مو قد ال يعني مو قد ال يعني من اي مو قد الحدادة ولا يعني لا يدخلوا بهاي الشغلة يعني. اي هاي قصة المثل؟ اي مبينة ذيك يا ترى. ما حد يعني واحد لا يقول فد كلام هو مو قده. اوكي. جاي يطلعون حدادين مثل قبل حدادين. حدادين مثل قبل؟ اي اي. بس قبل طلع ناس شنو؟ يعني مو حدا حداد. لا شو يطلع بيتر؟ اي. يقول يقول لي بيتر ها. المثل يا هو. مو كل ما صخم وجهه قال انا حداد. يعني مو كل شيء يصير تقول انا قده اسويه. اها. أي. حلو. نفس وجهة النظر. انه لا انه انت مو قد اذا انت مو قد الشيء لا تجي يمي اصلا. اي شوف اخو واحد طاني بيكم رأي زين هنعوفه مو اروح على غيرها لان مو صحيح. اريد القصة مالته شنو هي المن قالوها وليش قالوها وشنو السبب مو ما قلتوا لي اياها صح. اعطيني 5 امثال عراقية. ما ببالي هسه اي مثل والله مثل محمد هسه ما ببالي. اعطيني 5 امثال عراقيه. يعني مثلا امثال مثل قلنا امثال العراقيه مو ذاك القدوي الامثال. نعم. مو ذاك القدوي الامثال ولا يعني. مثل لا والله ولا واحد ما يجي هسه على بالي يعني هسه حاليا ما يجي على بالي. شوي الارتباك ما يخلي واحد يفكر بشيء. اوكي ارجع لك ام وعد بعد تعال يمي غني لا تري الميلوح العنب يقول حامض. واحد زين المايك الميلوح العنب يقول حامض. اوكي اي واحد ايش قدر انت؟ 5 5 4 وقف وقف. اه حلو انت من هذيك مش راسي لك مش راسي يفكر لو يوصل لو ما يوصل. ماكو كلنا راهن كلنا راهن كلنا راهن. صار صداع عندك بالراس؟ ايه الميلوح العنب يقول حامض. اوكي ومو كل مدعبه الجوز. اثنين ما بعد الكره الا المحبه. 3